المشكلة يا غوش فايد أقضي بزاف، ولكن مؤخرا مع أمي دوسا الرئيس الجديد يوزخ المدير أن هذه الوثيد باش يعالج الوضعية ثانية الاختلالات الإدارية والتنظيمية والمالية تعيش المعمل، ثم يبدأ ذلك مكتسبات إخدامان، ثم يبدأ تضغط إخدامان بدءا من أقدم عامل، ثم مندوب العمال، ثم نوفق المفاوضات الحوارات الاجتماعية على مستوى المندوبية على مستوى المحل البشوية، ثم اللجنة الإقليمية للبحث المصالحة، ثم يجي نوفق العدد يتزايد من الطرد، يعني إلى غاص النية موبية الطرد إلى السلطة 12 إلى الكوارت 17 ممكن الكوارت 30، يعني ما نعرف تطلعوا على مدى حدود الآن، نشني نتحداهم أنه يجي يجلس قدامنا باش نخطأ جاسي. نتحداث. النقطة الثانية سين نسو اسمنا إني وين وفاق أنه المصاري كوك اتجاه هو أنه نقل يخدم يخدم عزم قرر أنه ذلك الإضراب نهار 19 جبير إلى حدود الآن مفتوح مع اعتصام يعني 25-25 ساعة. أما فيما يتعلق المسارات الحوار يعني دائما يجد تسويف يجد مبطلة يجد تعنود يجد تهرب آخرها قلت ابن وعياش قلت الحسيمة آخرها قلت اللجنة الوطنية أنه نتين تعندل، ولكن ما دفع باش وقع محضر عدم الصلح أورر بدون أي عذر بدون أي اختار كان ساحب الوان الشرس، يعني تبين ذبين ذبين من الموسي السلطات المحلية الجامعة يعني الإدارات المرتبطة المتدخلة بالمعمل أنه ذي جنفنا أنه هنا لا مسؤولين، يعني الإنسان يكسي قرار الناس لو علم من يزون اسم لايا واش الزون دفع المعمل الإفلاس واش الزون يعني لو علم من جوش من النية المتحكمة بمنايا. وكذلك الرئيس المشعار وكرروا بأنه أنت غاص والشرعية غادي يريد الرئيس الاتحاد التعاوني، لماذا؟ لماذا؟ وخان طيال محمود بوسما كاين السناث ديال الإنسان يقضي التراب ولقي التراب الدريوش لأن أنت ممارسة الأنشطة الفلاحية قد كي كي الحواج ماضي يعني قضي التراب الدريوش مليح المتعاون أنت ودا شفاية غيفو ناس إن شاء الله يزيد له الخير، ولكن باش هذا صار الرئيس التعاوني التغاشي قال يقول 16 واحد قال التعاوني واذا حتى السيده وسيدي المخلوق على الله وعلمات الخفيه لا يتجان ولا سيما غاس علاقه مع من جديد غير الكمزوع لشنين من شي الاجراءات اللي كانت بين جميع المساطير السيفيتي ذاك كيس المازيغ خصنا نقارن لها الشهر دقه بشهاده الجميع بانه شي نجح حريصين راح تلاقي جميع جوله الحوار ونسيو المسلمين وفعلا السلطات اقتنعت والا اثنين تما تسوا في الهرم نشي الى حدود الان امام منايا نشينا نصطبر ومنايا سندعو السلطات المحليه تبذل المجهودات السكيمانيه لان الخروقات بالجمله سواء باش تحمل قانون تحمل كذلك معمل الذي خدام المصالح الجميع من جهه، من جهه ثانيه نشي امام غياب لجنه التحكيم بوزاره التشغيل نشنين انا منايا غادي ملف متكامل لجلاله الملك يعني لانه امام سداد يعني ولا العجز القوانين ولا التشريعات اللي تجان نشي كذلك نستنكر المنع النين يوقع للنشاط النقابي يعني في اطار وقفه تضامنيه ولا كذلك كحضور اعضاء وفد التنسيقيه العامه باش تحط حتى يخدم ديج اللحظه غير تعيش ذنيج الحصار بقى نزلوا على ثلاث سنين الوضعيه باش يخدم ما توقعوش الحاج تعفن نزلوا كيس السوار على اساس انه المستجدات هم قلنا ما يخصها يتصرف تاطير هذه ديج العمل التاطيري للنشاط النقابي للاسف انه ما يوقعش وبالتالي ان شينا نبدا لما نطلب الزاشين من عواتي ما غادي تيجي الحسيمة ما قبل معيش بالضبط نشي من أمون يعني زي النشاط النقابي أثنين الوزارة الداخلية وقد نصل إلى أنا ندعى الدولة جيش ندعى يعني السلطات خمالية لأنه شيء نزول من حقنا في إطار قوانين وتشريعات جانبية العمل ونشي قلاش النقابة ديش المؤسسة يعني تشرط الحق الدستوري بشانيني الأطال ساهم بتأثير يعني يخدمان بمختلف مجالات.